خليني كده ابدا معاكم يعني كلامي عن ضيفنا النهارده من النماذج المشرفه، النماذج اللي احنا نقدر نقول ان هي عندها اصرار وتحدي في الحياه رغم اي عائق ممكن يكون بيواجهه، ويقدر يكون طبعا يعني يعلم اي حد يعني ايه اراده ويعني ايه فعلا ان هو يقدر يحقق اي حاجه رغم اي عائق قدامه. يمكن يكون ياسين كمال بطل رياضي في السباحه والكيك بوكسنج وكمان في رياضات كتيره تانية، ورغم طبعا يعني ممكن نقول مرضه اللي خلاه يكون على كرسي متحرك ان هو قدر يتحدى اي ظرف واي صعوبات قدامه، قدر يحقق بطولات كتير جدا في مختلف المجالات الرياضيه. خلينا نرحب بيه معاكم كده، معانا ياسمين كمان وكمان والدته منورانا مدام ياسمين غمري. ازيكم؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله منورانا. ميرسي، ربنا يخليك. ياسين خليني كده ابدا معاك، انت ما شاء الله يعني بتلعب رياضات كتير ورياضات مختلفه، حابه اسالك بقى بتلعب ايه بالظبط وبدات من امتى وليه الرياضات دي بالتحديد؟ هو انا لعبت رياضات كتيره جدا، اولهم السباحه طبعا. اللي هي يعني ممكن تكون او مش ممكن، هي فعلا هي اساس كل رياضه. لعبتها مع كابتن خالد حسان، ده الاب التاني ليا. بداتها من امتى؟ يعني من اكتر من 10 سنين تقريبا. حلو. كان عندك 10 سنين ولا؟ لا، من 10 سنين. اكتر من 10 سنين. اوكي تمام. وبعديها اتجهت للتنس، بس حاليا ما بلعبوش، وبلعب سله، بلعب كياك، ولعبت قبل كده كره طايره. حلو. حلو قوي. ويعني ايه اكتر حاجه انت دلوقتي ممكن تكون حابب ان انت تكمل فيها او بتلعبها؟ انا مركز حاليا على 3 لعبات اللي هي السباحه والكياك والباسكت. انت واضح ان السباحه ما استغنيتش عنها، يعني انت اي حاجه كانت بتيجي جنب السباحه. زي ما بقول لك كده، يا اساس كل الرياضه. هي اي حاجه تقريبا بتخص الميه، الكاياك برضو والحاجات دي، صح؟ حلوه قوي. طيب ياسين انت في سنه كام دلوقتي؟ بتدرس ايه؟ اولى سنه. حلو، برافو عليك. واخبار الدراسه معاك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام؟ ولا مش تمام قوي؟ ايه؟ ولا مش تمام قوي؟ لا تمام. تمام الحمد لله. حلو قوي. طيب عارف تمشي بين حته الدراسه شويه والرياضه، ولا بتلاقي ان في حاجات بتيجي على حساب حاجات شويه؟ ما هو لو في حاجه بتيجي على حساب حاجه اكيد مش يعني لما في حاجه متلخبطه اكيد مش عارف. يعني لازم بتيجي يعني لو انت كل الاثنين متوازيين، الدراسه والرياضه متوازيين مع بعض. حلو. لو بطولات او اي حاجه بتعرف ان انت تقدر ان انت توفق ما بينهم، ده حلو قوي. حلو قوي. استاذه ياسمين يعني حابين نتكلم بقى اكتر عن ياسين، عن فتره الاصابه بتاعته او المرض بتاعه، وازاي اثرت عليه، وازاي حضرتك كمان ما خليتيهوش يقف عند الحته دي، وانه لا انت هتكمل في الرياضه وتكمل في الحاجات اللي انت بتحبها. هو بالنسبه لياسين هو ما اصيبش، هو اتولد كده. حاجه اسمها صلب مشكوك، يعني هي هديه ربنا، كانت انا اكتشفتها وهو في بطني يعني. الحمد لله. لو تعرفينا برضو اكتر عن المرض ده، لانه اكيد في امهات كتير ممكن يبقوا بيسمعوا الاسم بس مش عارفين هو عباره عن ايه. هو مرض بيصيب اخر فقرتين في العمود الفقري، بيتسببوا في ممكن يصيب النخاع الشوكي، ممكن لا قدر الله يصيب المخ، بس الحمد لله بالنسبه لياسين اصاب الجزء الاسفل، بس الحمد لله يعني دي كانت هديه ربنا لينا. الحمد لله. ومن صغره ياسين، حتى من هو عنده سنتين كنت حاسه ان هو الحمد لله يعني هيبقى حاجه، لان عنده من صغره هو عنده اراده. عنده اراده. يعني حاجات كتيره قوي كان بيحاول يتحدى نفسه وهو لسه ما يعرفش هو ماله في ايه يعني. حتى لما دخل الدراسه كان بيبهرني بصراحه، يعني هو من كي جي 1 وهو متفوق على اقرانه، والحمد لله لغايه دلوقتي هو بيدرس في ثانوي عام لغات، وهو اول دفعته على طول. الحمد لله. الحمد يعني. لله. الحمد لله. طيب يعني خليني برضو اعرف من حضرتك، يعني انا شايف ان حضرتك ما شاء الله عندك الحافز الكبير جدا في الكلام والايمان الكبير بكل حاجه، فده برضو انا ممكن استغله مع حضرتك ان احنا نقول للاهالي ازاي دورها مهم جدا في دعم اولادها، ممكن يكون ده يعني من خلال حضرتك. خلينا نقول في الاول ان لازم نبقى فاهمين كويس قوي ان 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 الاعاقه اختلاف. مش حاجه بتوقف الانسان، فانا مختلف عنك، انت مختلف عني. الاهل بقى دورهم ان هم يحسسوا ابنهم او بنتهم ان مفيش فرق بينك وبين اي حد، انت تقدر تعمل زي واكتر. احنا مش مختلفين، احنا ربنا ادانا عقل نقدر نعمل بيه حاجات كتيره جدا. ده حقيقي. فدعم الاهل للابن او البنت ممكن نقول عليه 50-60% من النجاح. مظبوط. خلينا بقى نقول ان ياسين كان هو الداعم ليا ان انا اكمل، يعني انا كنت في الاول ما كنتش متخيله ان انا ممكن اوصل انا وهو لاي حاجه.
هو اللي كان عنده إرادة، هو اللي كان بيفكر. يعني هو كان ممكن يقول لي إيه رأيك ماما نعمل كده، أقول له تمام هتقدر، ألاقيه بيبهرني فأنا بكمل بقى معاه. فالحمد لله يعني كنا بنكمل بعض تقريبا. ربنا يبارك لك فيه يا رب. كتير ربنا يخليك. طيب ياسين احكي لنا بقى شوية، أنت يعني دخلت بطولات كتير وأخدت ميداليات كتير، قول لنا البطولات اللي أنت دخلتها واللي فزت بيها. وأنا بقالي أكتر من 5 سنين بدخل بطولات سباحة، كنت دهب وفضة وبرونز، ودخلت بطولة كياك واحدة بس من كام شهر مش فاكر من امتى الصراحة، جبت فيها برونز. حلو قوي. ما دخلتش باسكت بقى ان شاء الله، بقى الرياضات ان شاء الله بقى اجيب اكتر. حلو قوي. في اي رياضة احنا معانا فيديو دلوقتي بيتعرض ليك ده؟ سباحة. ده سباحة، ده تمرين ليك ولا كان في بطولة؟ ده تمرين. ده تمرين. تمرين. حلو قوي. حلو. طيب ياسين هل في اي رياضة بتحس ان هي ممكن تبقى صعبه شويه، ولا انت شايف انه لا لو انا عايز اعمل حاجه او في حاجه انا حاببها فانا هقدر ان انا اعملها بغض النظر عن اي شيء؟ هو فعلا مفيش حاجه صعبه، هو ما دام انت بتحب حاجه هتقدر تعملها. هو موضوع الصعوبه في انك بتحبها ولا لا، ما دام انت مش بتحبها فمش هتعملها. لما بتحبها اكيد هتعملها ان شاء الله. حلو. انا عايز اقول لك ان احنا زمايل من غير ذكر اسماء على النادي، بس انا ابن النادي ده على فكره، ومتربي في البسين ده، وبطل برضه القاهره والجمهوريه، فاحنا زمايل يعني، فخليك عارف لازم هنعوم مع بعض. ماشي. هنتكلم بقى على موضوع النادي ده بعد بعد الهوا. طيب خليني برضو عايز اعرف منك انت اسبوعك بيمشي ازاي؟ يعني تدريباتك، دراستك، يعني احكي لي كده مثلا، يعني خلينا كده ايه نتخيل الاسبوع معاك واحنا أو اليوم قاعدين حتى. يعني حسيت ان اخد بس هو قال لي انا بعمل موازنه بين الاثنين، فحسيت اعرف لا اخد اسبوع منك. لا هو طبعا مفيش رياضه او نادي بيجي على درس. فاهم. يعني ده دايما بقى في تنسيق بين ده وده. فاكيد مثلا لو مثلا عندي ميعاد في النادي اكيد هاخد في ميعاد تاني الدرس. مظبوط. يعني انت يومك انت من اول ما بتصحى طب الصبح بيمشي ازاي؟ يعني انت بتصحى الصبح يبقى عندك مثلا تمرين، لا ده في دراسه، لو في فتره الصيف بتبقى يعني احكي لي. لا هو في الدراسه اكيد بقى في دروس، بس معظم دروسي بتبقى بعد الظهر. بعد الظهر. بخلي تمارين الصبح. تمارينك الصبح. يعني انت بيبقى عندك مرونه شويه في حته التمارين دي، ممكن تعرف تظبط المواعيد مع المدرب. حلو قوي. حلو قوي. طيب استاذه ياسمين، يعني يمكن شريف سالك عن فكره الدعم اللي انت بتقدميه له، وانت قلتي ان هو اللي بيدعمك. اجواء البيت نفسها، اخواته، ايه اللي بيحصل؟ يعني بيساعدوه، بيدعموه، بيبقوا عايزين يبقوا زيه، ايه اللي بيحصل؟ هو اساسا هم بصراحه هم الاربعه، هما الأربعة بيساعدوا بعض. أربعة أولاد؟ ما شاء الله. بنات وولاد، يعني بنتين وولدين. الأربعة بيداموا بعض، يعني أنا بحس إن ياسين بيدامهم أكتر ما هم ما بيداموه. هو ياسين الكبير ولا لا؟ لا ده التاني. أوكي. عندي الكبيرة ثانوية عامة. بيداموا بعض جدا، وساعات بيلجأوا له في حاجات كتيرة، حتى لو هم مثلا حابين يمارسوا رياضة معينة بيلجأوا له عشان يعرفوا إيه الرياضة المفضلة اللي ممكن يلجأوا ليها. وبيعتبروا نجاحه هو نجاحهم. فبصراحه يعني الحمد لله هم كلهم مع بعض حلوين جدا وبيساعدوا بعض. حتى هو لو كسل في مره من المرات عن النادي، لان هو بيصحى الفجر بنصلي الفجر وبيخرج، بيصحوه لو هو كسل يصحوه، لازم روح قومي عشان تروح التمرين بتاعك. فالحمد لله يعني هو لاقي الدعم مننا كلنا، واحنا لاقيين الدعم منه برضه. خليني برضه اعرف من حضرتك شويه، يعني حته الاهالي بيبقى ساعات بيلاقوا مجهود كبير قوي ان هم يوفقوا بين الدراسه وبين الرياضه، فانت ازاي قادره ان انت تعملي؟ ايوه هي الابتسامه دي وراها كتير. اعرف بقى، نعرف التفاصيل بقى. انا هقول لحضرتك على حاجه، انا يعني اليوم كله متقسم عليهم برنامج. الدراسه والرياضه، هم كمان في اخواته كمان برضو بيمارسوا رياضه، بس الاربعه الحمد لله ماشيين على نظام الدراسه، الرياضه، المذاكره. يعني احنا عندنا زي الجيش كده بالظبط. بس عن حب، يعني هم حابين. انا اولادي كلهم الحمد لله متفوقين جدا، اما حياه منظمه. جدا جدا. ويعني عارفين هم بيعملوا ايه. احنا عاملين زي الجيش زي ما بقول لك كده. ايوه بالظبط. بس احنا سعداء بالعسكريه اللي احنا فيها دي. طبعا ما فيش احلى من النظام. الواحد يقسم وقته ويومه. بنصحى الصبح بدري، ان كان هيروح مدرسه، ان كان بعد كده في تمرين، بيظبطوا نفسهم مين هيروح معاه، مين اللي هيروح الدرس، مين اللي هيبقى في البيت.
فالحمد لله الدنيا تمام حلوه جدا يعني. الحمد لله ربنا مسهلها. الحمد لله الحمد لله جدا. طيب ياسين نفسك يعني بعد الثانويه العامه ان شاء الله ان انت تدرس ايه؟ وانا نفسي في كليه حاسبات ومعلومات. اوكي اشمعنى بقى؟ انا بحب الكمبيوتر بحب البرمجه. اوكي طب وايه اكتر رياضه نفسك ان انت تكمل فيها؟ سباحه؟ لا هو الرياضه كلها ان شاء الله. لا يعني ايه اكتر حاجه مثلا لو قدامك فرصه ان انت هتكمل فيها وتدخل بطولات فيها وممكن كمان تدرب فيها بعد كده؟ هو الصراحه انا بحب الكياك جدا. الكياك يمكن مفضله اكتر، فانا نفسي ان شاء الله اكمل فيها ان شاء الله باذن الله بجانب الرياضه الثانيه ان شاء الله. طيب يعني لو احنا هنتكلم ان انت دخلت بطولات كتير، ممكن نشوفك في بطولات تداوليه قريب او في اي خطه ماشي فيها في دماغك حاجه زي دي؟ يا رب ان شاء الله. فيها في حاجه انت مخبي علينا ليه؟ ما والله ما في حاجه بس ان شاء الله يعني ما تخافش هنقول ما شاء الله ما تقلقش يعني. والله ما تخافش يعني في حاجه دي خطه عندك ان انت عايز هو ما فيش حاجه حاليا ما فيش خبر لاي حاجه بس ان شاء الله لسه مجهز بقى ان شاء الله باذن الله. هو ان شاء الله باذن الله غالبا ممكن في 24 باريس يبقى يا اما كاياك يا اما الباسكت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله ربنا يقدم في الخير ان شاء الله. طيب ياسين حابب اسالك بقى، هل في اي صعوبات انت واجهتها؟ في اي احباطات مريت بيها؟ مش بتكلم طبعا عن اهلك واخواتك وكده، بس الناس اللي حواليك، المدرسه، النادي، الحاجات دي كلها، هل في صعوبات قابلتها؟ لا وانا يعني ايوه ما فيش حاجه بتفرق معايا يعني ما دام انا عارفه ان انت عايز تعمل حاجه وعارفه ان انت واثق ان انت هتوصل لحاجه، بس اوقات كلنا بنتعرض لضغوط من المجتمع انه لا مش هتقدري توصلي، لا مش هتقدري تعملي. لا الكلام ده ما بيأثرش فيا ولا عادي يعني اتعرضت له بس مش فارق معايا. اتعرضت له بس ولا كاني سمعته عادي. جدع. مش ده اللي بيأثر يعني. جدع. عندي حاجات اهم يعني. طيب استاذه ياسمين خليني برضو اعرف منك شويه عن حته تنظيم الوقت. يمكن يكون احنا بنشوف كلام كتير ان في ناس كتير ما اصلا ما بتعرفش حتى تروح يعني تمرين جيم جنبها. ايوه يعني سواء اهالي او شباب او اي حاجه، فدي برضو حاجه حابين لا نعرفها منك، ازاي حته الاهالي بيقولوا ما عنديش وقت ادي ابني تمارين، ما عنديش وقت اعمل لهم كذا، خلينا نعرف منك برضو حته تنظيم الوقت دي بتيجي ازاي؟ ايه الخطوات الواحد المفروض يفكر فيها؟ يعني السر ايه؟ هو السر بامانه في اللجوء لربنا. طبعا ونعمة بالله. طبعا احنا بنصلي بالله. الفجر ونعتمد على ربنا ونخرج بعد صلاه الفجر على طول ما شاء الله. انت لو بدات يومك الصبح بدري خلاص كل حاجه تيسرت. احنا بنروح الجيزه لتمرين الكاياك ده، احنا بنروح الجيزه او الباسكت برضو بنروح الجيزه، بنروح معتمدين على المترو، تنقلاتنا في المترو مش عايزه اقول لك احنا بنعمل ايه عشان نوصل. بنخلص ونرجع على الساعه 12 نلاقي نفسنا خلصنا عملنا تمرينه جميله جدا وما خدناش حاجه، نرجع الساعه 12 يريح له ساعتين يبدا بقى يقوم بيصلي الظهر وبعد كده بيكمل يومه في الدراسه. وهو في ثانويه عامه في اولى ثانوي بس معتمد على اغلبيه دروسه في اليوتيوب، ما بيحاولش يروح لمدرسين او كده عشان ما يضيعش وقته. بس فاعتمادك ان انت تنظم وقتك من اول اليوم ده، انا ما بحبش التمرينه بتاعت بعد الظهر دي لانها بتضيع اليوم. اكيد اكيد احنا بنقولها كده في بيتنا بتقطم اليوم. فعلا حقيقي. والله انما الصبح بدري خلصت تمرينك هتروح تنام لك ساعتين وبعد كده هتقوم تكمل بقى، هيبقى اليوم قدامك طويل جدا. بس مش عارفه انا مش حاسه بصعوبه، بحس ان انها بتبقى الدنيا انت مستمتعه جدا جدا جدا. طب ياسين يعني بما انك شخص رياضي كده وبتلعب اكتر من رياضه، هل بتحس انه بيكون ليه مردود عليك نفسي؟ يعني بتحس ان انت لو يوم ما رحتش تمرين ما عملتش اي رياضه في يومك ان انت متضايق مكتئب؟ لا ازاي ضيعت اليوم؟ لا مش بتوصل للاكتئاب بس اللي هو ايه، انا ما بحبش ابقى فاضي، انا من الاشخاص اللي بحب اكون بعمل حاجه، ما بحبش اقعد فاضي. انا لو قاعد كده عايز اخرج اروح في اي حته اروح تمرين، انا ما بحبش اقعد اعمل اي حاجه. انا بحس بزهق بسرعه، بحس ملل بسرعه. والله كلنا ياسين صدق. بس احنا ما بنقدرش. ما بنقدرش نتحرك. يعني بنبقى عايزين نتحرك بس يعني حسب التسهيل يعني. فلا انا معاك في الكلام ده. طيب مامتك من شويه قالت عن موضوع ان انت بتاخد ممكن دروس او المعلومات اكتر بتحب تذاكر من على السوشيال ميديا او اليوتيوب، احكي لنا شويه عن الموضوع ده. يعني شايفه حلو فعلا التعليم الالكتروني؟ شايفه مفيد معاك، بيحقق لك او بيعوضك عن الدروس اللي انت ممكن تكون ما بتروحهاش؟ طبعا بيعوضني، بس لو هنتكلم على العموم هو على حسب استيعاب كل واحد يعني. في ناس لازم حد يبقى قدام. في ناس بتبقى يشرح ويعيد كذا المساله كذا مره،
بصيت على اليوتيوب في واحد ممكن تستوعب منه من اول مره. انما لو في واحد مش يعني لو حد قاعد على اليوتيوب مش عارف يستوعب اللي هو يعني ما هو مش عارف يعيد البتاع تاني. لو رجع الفيديو تاني عشان بيتسجل لو رجع الفيديو تاني هيلاقي نفس الطريقه اللي هو عاد شرحها. انت قصدك ما عندوش طريقه مختلفه لو هو بيتفرج على نفس الفيديو لازم يا يغير يا يلجأ لحد تاني. هو بيحب يبقى قدام مدرس عشان يشرح له كذا طريقه. حلو. طيب يعني هسأل سؤال هو لحضرتك يا أستاذة ياسمين والياسين برضو في نفس الوقت. لو حد دلوقتي بيشوفنا تعرض لأي حاجة، أي حاجة شايف إن هي بتعيقه عن رياضة، عن حلم عايز يحققه، عن دراسة، عن أي شيء يعني، سواء تعرض لحادثة أو مرض أو أيا كان، وحاسس إن هو محبط وإنه الحياة كده وقفت، تقول له إيه؟ وبرضو هسأل حضرتك نفس السؤال. لا يعني هو سيبها على الله يعني، كل حاجه بإرادة ربنا. احنا كلنا اكيد سايبينها على الله يعني، بس اقصد انه ما بيجيش في دماغك في وقت ان انت بتحس ان انت متضايق، حاسس ان انت محبط، وبعدها تبدا تقول كلام لنفسك يشجعك من تاني او يقويك. اكيد ما فيش حد ما كلمش نفسه من جواه ان هو مثلا في حاجه مضايقاه كده. بتقول ايه لنفسك بقى عشان لا تشجع كده وكمل؟ لا يعني هو مش اللي هو مش بكلم نفسي يعني، بس اللي هو بحاول بقوم يعني بقى ما اسيبش نفسي للافكار دي. طيب انا دلوقتي لو هعرف من حضرتك حاجه يعني كلنا نستفيد منها، اكيد كلنا ممكن نكون بنتعرض للمضايقات في حياتنا او اي حاجه، ازاي قدرتي ان انت تخلي مثلا شخصيه ياسين بالمنظر اللي هو بيتكلم بيه ده، ان هو لا انا ما بيفرقليش حاجه، انا بفكر كل حاجه على الله، انا ماشي كده. فده برضو لازم يكون درس ومعلومات نقدر ناخدها من حضرتك ونكون عارفينها. علمته ان هو ياخد حقه طول ما هو ما بيجيش على حد. حقك لازم تاخده، انت زيك زي اي حد. بالعكس في ناس كتير ما تقدرش تعمل اللي انت بتعمله. فمن هنا شخصيته بقت قويه وقدر يقتنع بنفسه وعارف ان هو فعلا بيقدر يأدي زي اي حد. ده حقيقي. بس فانا ما استسلمش لاي كلمه هتتقال لي. انا يعني انا لو استسلمت هستسلم للدكتور اللي اول ما ياسين اتولد وقال لي اعتبريه ميت، وانا قلت له لا. ايوه فعلا والله، قلت له لا هيعيش وهيكمل وهيبقى حاجه كويسه جدا. فانا اعتمادي ان انا مقتنعه جدا ان كل بني ادم جه في الدنيا لرساله. طبعا. لو انت ضيعت الرساله دي من ايدك صح. يبقى مالكش لازمه ان انت جيت في الدنيا. جمله قاسيه قوي بصراحه. بس ما اثرتش، بالعكس يعني... بالعكس ما اثرتش فيا. يعني بس يعني برضو الواحد بيبقى عارفه كده. الواحد يعني الواحد يختار برضو بيقول ايه، ان ده يعني غير محدش هيكون حاسس بحضرتك في أكيد. اي موقف غير كده. انا لما رحت المدرسه قدم له في اول مره قالوا لي انت جايه تعلمي ليه؟ قاعديه في البيت. وليه؟ قلت لهم لا. انا هيخش وياخد حقه كامل. قالت لي لا احنا ما نقدرش نتحمل مسؤوليته. قلت لها انا مش عايزه مسؤوليه من حد، انا عايزه تعليم. انا عايزه التعليم. وانبهروا بقى، ما كانوش مصدقين ان الطفل اللي داخل مدخلين ان هو قاعد على كرسي يعني ده مش هيعرف يتعلم. لا طبعا. اول مدرسه على طول. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد ما شاء لله. الله. الحمد ما شاء لله. الله. طيب استاذه ياسمين لو في ام دلوقتي بتتفرج علينا نفس السؤال تقريبا اللي انا سالته لياسين، وحاسه ان هي محبطه مش عارفه تتعامل، في ضغوطات كتير عليها، حابه تقولي لها ايه؟ لو هتنصحيها بحاجه، لو هتقولي لها حاجه. كملي، ربنا اداكي رساله لازم تكوني قدها. ويا اما خلاص انسي ان انت موجوده في الدنيا. احنا عندنا هدف، انا اتخلقت في الدنيا عشان عندي هدف، ربنا اداني هدف. هدفي ان هو ابني، ان انا اوصله، عشان هو بعد كده هو اللي بدا دلوقتي، هو اللي يدعمني ويقول لي كملي انا واقف. انا هكمل معاكي. انا هحقق حلمك. الحمد لله. طب استاذه ياسمين يعني اخيرا نفسك تشوفيه ايه بالظبط؟ ايه اللي احسن حد في الدنيا؟ اكيد ان شاء الله هيكون احسن حد. هل يعني بتحلمينه بحاجه معينه؟ طبعا انا نفسي ان هو يحقق حلمه في كليه القمه، بس هو للاسف انا خايفه فعلا ان هو بعد ما يخلص ثانوي ويجتهد ويجيب مجموع كويس ان هم يقولوا لنا ملوش كليات قمه. ليه؟ ما افتكرش انه ده موجود. لا ده في فعلا بيحصل، وانا تابعت مع ناس كتير قالوا ممكن اي عميد جامعه يقف ويقول لك لا احتياجات خاصه ما نقدرش ناخده. لا بس انا اعتقد يعني برضو في مبادرات كبيره جدا من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا القوانين بالدعم اللي مش كل القوانين بتتنفذ. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا كنا بنحاول نقدم له في مدرسه ستيم،
ستيم دي مدرسة كويسة جدا في مصر، لقينا ان ما فيهاش كل المعامل بتاعتها مرتفعة وهو مش مسموح له ان هو يخش. طب لما الطلاب اللي هم الشاطرين والمتفوقين ما نقدرش ندعمهم وندخلهم تعليم كويس، مين اللي هيخش؟ بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة برضو، معلش، هو دلوقتي لو ده حصل مع حضرتك، حضرتك المفروض تاخدي الاجراءات القانونية للحاجات دي عليها، لانه ده تجاوز غير مقبول. ده تجاوز يعني. ويمكن يعني احنا بنشوف سيادة الرئيس بنفسه بيطلع بيعمل ايه على الشاشه بالدعم ومتكفل بجميع فعلا. بجميع الاشياء. ففي الاول او في الاخر لو حد بيخالف ده فهو بيخالف القانون والدستور. ففي أي. الاول او في الاخر لا، ليكي الحق انك تاخدي حقك وانك فعلا تلجئي طبعا لطائله القانون. ما احنا ان شاء الله بقى بإذن الله. هننتظر بقى ثالثه ثانوي ونعمل كده بإذن الله، ما يكونش فيه اي مشاكل. ويعني شاء الله. كل اللي نفسك تشوفيه في ياسين يا رب باذن الله ان هو يتحقق. والكون اللي زيه على فكره أكيد. احنا طبعًا. عندنا في مصر ابطال جامده جدا طبعًا. على فكره احنا بنستضيف ناس كتير قوي ابطال في السباحه ودخلوا بطولات دوليه وفي مختلف الرياضات وفي مختلف الفنون، يعني حقيقي شباب زي الفل يفرحوا جدا. الى جانب ان في حاجه تانية كمان، احنا يعني مشكلتنا في مصر هنا ان احنا لسه ما عندناش برنامج صناعه البطل. في ناس كويسين جدا انا بشوفهم بس مش لاقيين حد يدعمهم. يعني انا ياسين كان بيلعب تنس ارضي وطبعا اللعبه دي في مصر قليله جدا. كان كويس جدا بس للاسف احنا ما لقيناش ليه راعي وما لقيناش حد يدعمه فبطلناها، مع انها كان بروفيشنال. يعني مش عايزه اقول لحضرتك كان عامل ازاي فيها. وفي الاخر حتى لما طلعنا في برنامج واتكلمنا سياده الوزير وزير الشباب والرياضه طلع تاني يوم وقال احنا هندعم ياسين وهنبقى مسؤولين عنه. وبعد كده حاولت اتواصل معاهم في مكتب الوزير ومحدش رد علينا. دي برضو من ضمن الحاجات اللي الواحد نفسه ان لما حاجه أكيد. تتقال أكيد. تتعمل اكيد. يعني حاولي، يعني مش عارفه ايه بالظبط التفسير بس اكيد حاولي تتواصلي مره ثانيه وان شاء الله باذن الله. احنا سنه بنحاول يعني بس اكيد ربنا كاتب النجاح في حاجه ثانيه اكيد ان شاء الله باذن الله. بنجدد يعني صوتنا معاكي كل اللي نفسك فيه تشوفيه كده في ياسين وكل اللي نفسك فيه ياسين يا ياسين باذن الله تحققه وتوصل. بشكركم جدا ونورتونا. شكرا ليك يا ياسين وشكرا لحضرتك وان شاء الله يعني تشوفيه في احسن حال دايما وربنا يبارك لك في والدتك. شكرا ليك يا نورة. شكرا. كده كنا خلصت حلقتنا معاكم النهاردة وهنشوفكم يوم الجمعة في نفس الميعاد الساعة 6:30 في برنامج إنبوكس على صدى البلد. سلام.